صباحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. اليوم حلقتنا غير أكيد لأنه يوم الخميس، وخميس دائما يكون مميز في شمس البحرين مع ضيوفها. وأكيد في البداية أصبح على زميلتي منال. صباحك الله بالخير منال. صباحك ورد وخميسة يا عائشة. خميسنا ونيس إن شاء الله كلنا ومشاهدينا طبعا. قبل نروح إلى فقراتنا القادمة خلونا نشوف أبرز عناويننا لليوم. أما الحين مشاهدينا خلونا ننتقل إلى أبرز الأخبار الفنية البارزة في الساحة هاليومين. انتهى الفنان البحريني عادل محمود من تسجيل أغنيته الجديدة أدورك بالسما، وهي من كلمات هشام الشروقي وإلحان نذير وتوزيع أحمد أسدي، ومن المتوقع أن تلاقي هذه الأغنية صدى واسع، خاصة أن عناصرها بحرينية وأكيد لها وزن في الوسط الفني البحريني والخليجي أيضاً. بدأت النجمة البحرينية هيفاء حسين بتصوير مشاهدها ضمن المسلسل الدرامي الجديد العذراء للمخرج محمد القفاص، اللي يشارك فيه نخبة من نجوم الخليج كالنجمة شجون والنجم حسن محمد والقديرة سعاد علي ومشاري البلام وآخرين. كل التوفيق لطاقم العمل الجديد. مشاهدينا مثل ما عودناكم كل خميس نشوف الجانب الآخر من ضيف حلقتنا، لكن اليوم ضيفتنا بتكون مميزة جدا صح عائشة؟ نعم. احنا بنكون متعودين عليها ان نشوفها على الشاشة الأخبارية، لكن اليوم بنشوف شيء وجانب كلش آخر عنها. حياك الله ضيفتنا سهير العصفور. صبحك الله بالخير سهير. صباح الخير عائشة يعني. صباح الخير منال. طبعا اصبح على مشاهديني دائما انا امسي عليهم من خلال نشرات الأخبار، بس اليوم انا اصبح عليهم من خلال برنامجكم شمس البحرين. نعم سهر، يعني احنا كلنا متعودين ان احنا نشوفك بالطابع الاخباري والطابع الرسمي بالتحديد، يعني اليوم احنا ان شاء الله نامل ان احنا نخلي المشاهدين يشوفون الجانب الاخر من حياتك. شلون انت كذا؟ والله يا عائشة انا بعد امل ان يشوفون الجانب، وان دائما ان اطلع من شخصية الاخبار وابتدي اعيش الشخصية العادية اللي لازم الناس يشوفونها ويعرفون ان سهير ترى مو مذيعة بس اخبار. يعني مو دائما جامدة، ومو دائما يعني دائما يقولون لي ليش انت دائما جامدة، ليش دائما سيريس؟ اقول لهم ترى والله انا حليوة. يعني الحين احنا قاعدين نشوف ان الضحكة ما تفارق وجهك. ايوه انا دائما يعني عكس الاخبار. أيها. هل يجيلك سؤال مثلا، هل انت مثلا تتكلمين باللغة العربية الفصحى حتى في حياتك العامة؟ تدرين؟ أنا دائماً يسألوني هاي السؤال، يقولون لي يعني أنت في البيت تتكلمين اللغة العربية؟ قلت لهم لا طبعاً أكيد ما يصير أتكلم باللغة العربية، ولكن يعني أحياناً في شغلي في متطلبات خاصة أنا أشتغل، يعني لازم تكون متواجدة خلال فترة عمل. يعني في نشرات الأخبار يعني أحاول، يعني عايشة أنت كنتي معي في صحيح. خلال تقديمك للنشرة الاقتصادية كنت تشوفين شخصيتي قبل ما أطلع على النشرة، احب اضحك، احب اسوي نوع من الاجواء قبل نشره الاخبار عشان اساس ان احنا نخفف من حده النشره، ولكن بعد ما اطلع على الهواء خلاص تجيني الشخصيه الثانيه، الشخصيه الجاده، اللغه العربيه تشتغل عندي، يعني متطلبات الشخصيه لازم تكون متوفره يعني، لكن بعد الهواء لا ترجعين حق طبيعتك. حق طبيعتي. دام ان احنا اليوم عايشه بنتعرف على الجانب الاخر من حياه سهير، اذا ممكن تخبرينا متى يبتدي يومك؟ طبعا يبتدي يومي من الصبح، انا احب الصبح، احب يعني الفير، فاحيانا ابتدي من الصبح اقوم، وطبعا معروف عني ان سهير اول ما تبتدي قهوة. تبتدي مع القهوة. أنا هاي السؤال اللي أبغى أسألك عنه. مستحيل. يعني إحنا من كثر ما أنت تحبين القهوة رحنا معاك لتقرير عن القهوة، يعني بنتكلم أكثر عن حبك للقهوة وش كثر أنت تحبين القهوة وخصوصا القهوة التركية، ولكن خلينا نشوف التقرير اللي عدته لنا زميلتنا سكينة طواش ونرجع لكم من جديد. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير المميز في كوفي شوب عقيلي وكرك، ونشكرهم على هذه الاستضافة واللي هم اسمحوا لنا ان احنا نصور عندهم. سهر، يعني نرجع لك شوي، شنو سر حب التركيش كوفي؟ عايشة دائما يسألوني نفس السؤال، شنو يعني شو العلاقة اللي تجمعك مع القهوة وتحديدا مع التركيش كوفي؟ هي علاقة صداقة، يعني علاقة حب، علاقة صداقة من نوع آخر. يعني أنا دائما تجمعني مع الأشياء اللي أحبها أو الأشياء اللي تعودت عليها، علاقة حب وعلاقة صداقة. يمكن من الصبح قبل ما أبتدي يومي وأشغالي واليوم الصاخب، يومي صاخب دائما، يعني لازم يكون في لحظة استرخاء، لحظة مراجعة مع النفس، راجع يعني تكون مساحة حقي أنا كسهير قبل ما أندمج في العالم الثاني والعالم اللي ينتظرني خارج بيتي. سامحيني سهير، بس تبين الشكر معاه ولا بدونه؟ لا، أنا أشرب تركيش كوفي بدون شكر وبلاك. هذا مو تركيش عادي، بلاك 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 بدون شكر. أوكي، فتعرفين يعني هي يوم ورا يوم يصير عندك نوع. شكرا حبيبتي، ما قصرتي. من الان مع شكر، ها زياده شكر، عيوني عايشه. تعرفين يعني تحسين روحك ان انا بالنسبه لي، يمكن يقولون لي في ناس لا شلون تحبين قهوه، شلون لك علاقه بين، خصوصا ان هي تكون مره انت ما تحطين ولا قطره شكر في قهوتك. انا دائما اقول لما تحطين يعني التركيش كوفي تضيفين لها شكر، انت تهينين القهوه. حالات القهوة التركية بدون سكر، فأنت تحترمينها. أنا من كثر ما أنا أحترم التركيش كوفي ما أضف لها السكر. يعني سهير، إحنا نعرف إن أنت ما ترضين أحد يسوي لك التركيش كوفي أبداً، بس اليوم بتشربينها من عندنا. هي مو بتركيش كوفي. أنا دائماً عموماً القهوة بشكل عام أنت تحبين تسوينها بروحك، وعندك سر وتكنيك معين في عمل القهوة، وإحنا نعرف إن أنت علمتي زملائك أيضاً في الدوام كيفية صناعة القهوة. تعرفين أنا كنت في الفترة ما كان أحد عندي في الأخبار يحب التركيش كوفي، شلون تشربينها، شلون تحبي، بس أحياناً من كثر ما أنت تحبين شيء تقدرين توصلينه حق الناس ويحبونه معك. فصرت أجيب الجهاز مالي، طبعاً هاي العدة مالتي اللي وين ما أروح معاي، فالعدة مع التركيش كوفي وأخليها في الميك اب روم وأبتدي أسوي القهوة. وطول ما أنا في الممر أو أنا في النشرة قبل النشرة، الريحة شغالة، فصاروا الناس يحبون القهوة من الريحة اللي أنا أسويها، فصرت معروفة. سهير نبي تركيش كوفي، أسوي تركيش كوفي. فصرت دائما على طول أسوي حق زملائي، وصرت أحسب حسابهم، وصاروا يعني من الناس صاروا يحبون تركيش كوفي. سهير ما عندك تركيش كوفي؟ أوكي بسوي لكم، بس خلني أخلص النشرة وأرجع لكم. منال بعد تقول ترى تحب التركيش كوفي، لازم اسوي لها، لازم هي مركز. احس اصلا قيمة التركيش كوفي مال سهير مختلف تماما. التركيش كوفي له اجواء معينه بعد، ما تحسين له اجواء له طريقه، وانا اسويها احس كاني انا قاعده اصنع شيء انا احبه. يعني في شيء روحاني بينك وبين تركيش كوفي. يمكن في ناس يقولون شو الكلام اللي تقوله سهير الحين، لا جربوا. يعني دائما لما تحبين شيء تحسين ان انت قريبه منه، تحبينه اكثر، عقب بالتالي ان انت تعبرين عنه وتخلين. اليوم ثلاث ارباع اللي في مركز الاخبار يحبون تركيش كوفي بسبه سهير. سبه سهير. فلما اقول لهم يعني يعني انا وايد مستانسه ان انا خليتكم تتاثرون وتعيشون الاجواء اللي انا عايشه. وعقب ما عرفوا الاجواء اللي انا عشتها يقولون لي والله صدق احنا الحين عرفنا انت ليش تحبين التركيش كوفي. يعني سهير جداً. سهير، هل التركيش كوفي بالتحديد يعدل مزاجك؟ بالتحديد انا يعني لو اشرب اي نوع كوفي ثاني ما احس فيه بالانسجام، ما احس انه هو يعني عدل مزاجي مثل ما التركيش كوفي. علاقتي بالتركيش كوفي قلت لك علاقه صديقه، علاقة حميمية بين، يعني أنا من المواقف اللي أتذكرها مرة رحت في مؤتمر أو تغطية الانتخابات في المغرب. نعم. في المغرب ما عندهم تركيش كوفي. مصيبة بالنسبة. مصيبة. وأنا قعدت أسبوع في المغرب ما عندهم تركيش كوفي، عندهم أمريكان كوفي، عندهم كل شيء، ما عندهم تركيش كوفي. كنت قاعدة في الرباط
والله العظيم حسيت أسبوع مر علي وأنا متوترة، أنا مو عارفة أقعد بدون التركيش كوفي. قالوا لنا بنمدد، قلت لهم لا ما أبي أمدد. قالوا لنا نروح كذا بلانكا، قلت لهم أوكي يلا. الشباب اللي معي قالوا خلنا نروح سهير بليز وكذا، قلت لهم أوكي يلا. سألت في تركيش كوفي؟ قالوا لي إيه، قلت أوكي نروح. بروح معك. بروح معك. أنا لاحظت إن في تركيش كوفي مثلاً دائما تعطي طاقة أكثر من أي كوفي عادي. تركيش كوفي فيها يعني الكافيين، وفيها يعني الكافيين دائما يعطيك طاقة، بس أنا بالنسبة لي تركيش كوفي لأن يعني حتى لما أقعد مع أي أحد وأشرب التركيش كوفي حتى أحاديثي تكون مختلفة. شلون؟ تكون أحاديث بعيدة عن التوتر، بعيدة عن العصبية، بعيدة عن أحيانا تكون بعيدة عن الواقع نفسه، بعيدة عن يعني عالم مختلف، عالم مختلف. يعني اللي يقعدون يشربون معي تركيش كوفي يحسون سهير مختلفة، حينها تكون إنسانة مختلفة. إن شاء الله لنا قاعدة تركيش كوفي. إن شاء الله لازم. إحنا نبي نشوف هذا الاختلاف سهير. أكيد لازم. يعني أنا دائما أحس أن يعني تعطيني نوع من الارتياح، تعطيني نوع من التفاؤل. يعني في بعض الناس يحسون يمكن يطالعون الشمس يقولون الله انا نحب الشمس تعطينا نوع من التفاؤل، انا لا، تركيش كوفي بالنسبه لي شيء وايد مهم. يعني لدرجه ان مره من المرات وانا قاعده اسوي بالانستغرام، انا مو من النوع الوايد متفاعله في الانستغرام او بالسناب، بس انا اللي اشوفه شيء جدا العكس خصوصا في الانستغرام. اي مو دائما، تحسين احيانا اختفي، يقولون انت وين تختفين، مره واحده تردين ومره واحده ارد بش اسمها. في ناس يقولون لي سوين انت ما عندك الا نشره 8 و12. المهم فسويت يعني ان انا قاعده اسوي تركيش كوفي، فجاتني تعليقات وياني كومنتات من ناس وايد، ليش ما تفتحين لك كوفي شوب وتسوين انت التركيش كوفي، احنا بنكون من زباينك. قلت لهم هي السالفه مو سالفه ان انا اسوي يعني اعلان عن تركيش كوفي، لا كثر ما انا احب يعني اشارك الناس اللي احبها اللحظات الحلوه اللي انا قاعده اعيشها وانا قاعده اسوي تركيش كوفي. تحبين الشوبينج؟ ما في بنت ما تحب الشوبينج. يعني تحبين الحين حتى الرجال يحبون الشوبينج. اي والله يمكن اكثر من البنات. يعني اتوقع انك تحبين التنوع او الشوبينج، والسبب بالذات لان شغلك يعني لا دور في هذه الحب. يعني شوفي انا دائما يعني تساليني اكيد هل انت بتتبعين الموضه ما لا انا اتبع اللي يناسب سهير، اللي يناسب شخصيه سهير. يعني انا من النوع اللي ما احب التكلف وايد في لبسي، احب دائما اكون بسيطه، بسيطه في لبسي، بسيطه في ظهوري على الشاشه حتى. يعني احنا اكيد بنتطرق اكثر عن موضوع اللبس، لكن منال اكيد بيكون عندك تقرير. تقرير اي طبعا، احب اقدم التقرير مع ضيفتنا سهير العصفور، طلعت تتسوق، فخلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. احنا بدأنا من الشوز ديبارتمنت، وهي اختارت جيمي تشو شوز احمر، لون الاحمر 24/7 كوليكشن، وهاي الكوليكشن بتكون مريحه جدا جدا في اللبس، فيكون عمليه تقدر تلبسها طول اليوم. ثاني حاجه هي اختارت اللون الاحمر، وهو اللون الترند في هذا السيزون، وكمان اختارت الشوز بالنسياجا شوز جرين كلر، وكمان الجرين كلر واحد من الالوان الترند في السيزون هذا. وكمان ميزه الشوز السبورت شوز ان هي مريحه جدا في اللبس، تقدر تلبسها طول اليوم، تقدر تلبسها مع سكيرت، تقدر تلبسها مع البنطلون، تقدر تلبسها مع حتى الفستان طبيعي جدا. بعدين خرجنا رحنا على الهاند باج ديبارتمنت، شفنا الكلوي باج، شافت الهاف مون باك ذا جرين كلر اولسو. بعدين زرنا جيفينشي، في جيفينشي شافت تو نيو ستايلز. اخر
حاجه وصلنا على سان لوران زي ما انتم شايفين سان لوران باريس. شافت الكوليكشن، شافت الجلوسي باج كتير إليجنت في اللبس، وهاي الترند بتاع السيزون ذا جلوسي باج وذ ذا ريد كلر. أنا لاحظت من خلال جولتنا في المحل إن الاختيارات اللي اختارتها المذيعة كلها عملية يومية، وده طبيعاً بيرجع لطبيعة عملها في مجال الأخبار. رجعنا لكم مشاهدينا، وأول شيء نشكر محلات ساكت فيث أفنيو على هذه الاستضافة الجميلة، وخلونا نتكلم أكثر مع ضيفتنا الجميلة سهير. انت يعني من هاي التسوق وهذه الشوبينج اللي انت رحتي بحكم وظيفتك كلش كثر تتسوقين؟ شوفي انا من النوع اللي احب اتسوق دائما، بس انه كل اسبوعين كل ثلاثه اسابيع يعني اروح مره واحده، يعني اجمع اقول مثلا انا بعد شهر بروح اتسوق، فالا اذا احتجت اشياء ضروريه ضروريه اروح اتسوق، بس من طبيعه شغلي حين ما عندك وقت، فانا اسوي روحي ان انا مثلا بشتري هالكثر ثياب، هالكثر جواتي اما اسكم هالاشياء، يعني تكفيني لمده شهر، خاصه انا عندي اطلاله دائما على التلفزيون على الاخبار، تغطيات مجلس النواب مجلس الشورى دائما اغطي حق طبعا سمو الاميره، فعاليات العوده في البلد، فلازم دائما احتفظ بقالب مثل ما نقول قالب الاعلاميه ورسميه دائما. ف فاحيانا يعني اذا بلبس كاجوال البس طبعا خارج يعني نطاق عملي او، بس انا اغلب وقتي في الشغل يعني، فتحسيني دائما احب ان انا اختار لبسي بشكل رسمي، ولكن خارج خارج مثلا اسوار الاعلام او خارج سوار عملي احب دائما الاشياء الفورمال، احب اكون وايد بسيطه يعني ما احب دائما اتكلف، حتى ميبي يعني انا برا ما احط ميك اب، شعري احب ارفعه، احب البس اشياء خفيفه يعني ما احب يعني فستان تراكسوت كذي، يعني احب اكون دائما سمبل، انا دائما احب ارجع للطبيعه اللي انا موجوده فيها، الطبيعه الهادئه، الطبيعه يعني سهير طبيعتي انا، يعني شخصيه سهير اللي تحب دائما يعني البساطه. هل احنا اليوم نشوف سهير الطبيعيه؟ انا الطبيعيه يعني هاي يعني اليوم حتى اللبس غير عن حتى ما أنا قلت اليوم بغير حتى في لبسي، يعني حتى في طريقة لبسي، يعني كنت بلبس جاكيت وكذي قلت لها سهير وين رحتي؟ رحت شيء غير الأخبار يعني، بس يعني دائما أختار الشيء اللي يناسب سهير، يعني حتى يمكن في أشياء في الموضة ما تناسبني أنا كسهير، بس إن أنا أحاول قدر الإمكان إن أدمج بين شخصية سهير وبين الموضة، بس الحمد لله يعني كثير من الاحيان تضبط معي الموضوع. لا تضبط سهير تضبط. سهير يعني انت لين تروحين السوق شنو اكثر شيء يجذبك؟ انا اعرف بس ابغى اتاكد من معلوماتي. احب اضعت الجواتي شوز. وايد احب الشوز، يعني احب الالوان الغريبه، يعني وايد احب الالوان الغريبه، احيانا يعني يمكن البس شوز اخضر تحصلين شوز احمر، احب الالوان، احب الالوان في الشوز يعني، بس يعني اذا حصلت شيء مثلا غريب احب اخذه. شنو السبب الجراه اللي تختارينها في الله يعز الجميع الجواتي؟ يمكن هوايه ان انا احب يعني انه يكون احيانا دائما احنا لما نشوف مثلا الشخص نطالع الجوتي ماله او الشوز ماله، فانا دائما احب انه يكون الشوز مالي غريب يعني، فحد دائما يقول لي شوز اخضر شوز ما ادري ايش، اقول لهم ايش عرفكم في الموظف؟ هل في اختياراتك تراعين صورتك عند المتابعين؟ بالطبع اكيد، يعني انا من النوع احيانا مثلا في الميك اب روم سهير خلينا نرفع شعرك اليوم، لا ترفعون شعري، انا ستايلي في الاخبار واحد، لان دائما مذيع الاخبار دائما يعني انا ضد يعني مذيع الاخبار اللي كل مره في شكل، لا يعني دائما يعني مختلف عن البرامج لا بالعكس عنده مساحه كبيره انه هو يغير من لون شعره، يغير من ميك اب ماله، يغير من طريقه
من الطريقة نفسها، لكن مذيع الأخبار يترك بصمة عند الشخص، عند المشاهد، خاصة مذيع الأخبار يعني المادة اللي أنت يعني بتعطيها حق المشاهد دسمة، فهو بيقعد يطالع شعر، بيطالع شعري، بيطالع ميك ابي، بيطالع شنو لابسه، بينسى انا شنو قاعده اقول. بس المره الجايه لا، بيقول خلني اشوف هاي المذيعة ايش قاعده تتكلم وايش قاعده تقول. فدائما احافظ على ستايل لبسي، الى جانب اهتم اكثر بادائي وبطريقه يعني نقلي للاخبار حق المشاهد. بما انك ذكرتي المكياج واهتمامك بمكياجك، ايش رايك في رسم البورتريت؟ انا دائما احب، يعني انا دائما اشجع الفنانين والرسامين، لان انا دائما اعتبر الفن والرسم هو مو بس فن، هو اخراج ما في الذات. هو اخراج ما في الذات، يعني الرسام اذا يرسم شيء نفس المصور اللي يصور اي شيء جميل في الحياه، هو يطلعك شنو داخله، يحكي شنو داخله حق المشاهد او حق الانسان. فانا عيل سامحيني، خليني انا الحين اروح حق ضيفتنا في الاستوديو فاطمه، قاعده ترسمت شو بدات شكلها برسم جمالك كله في اللوحه. الله يخليك. ما شاء الله تبارك الله، انا من هني انبهرت صراحه. فيني فضول، ما اقدر اقعد هناك. ما شاء الله، لا تخلينها تشوف اللوحه، نبي نشوف. لا 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 لا، ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا طماعين. اول شيء خلنا نقعد هني. اول شيء مشاهدينا، خلونا نرحب بالرسامه المميزه فاطمه احمد حسن اللي معاي في الاستوديو، واهلا فيك صراحه. اهلين. ومشاهدينا بدات ترسم ضيفتنا سهير. نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. انت قلتي لي ليش بتستخدمين الفحم؟ اي، والباستيل والسوفت باستيل. يعني الصراحه اي مشاهد ممكن تشوف ذي اللوحه بيقول منها مطبوعه. ممكن تعرضينها لنا؟ صك عيون سهير عشان ما تشوف. ما شاء الله، شوفوا. يعني مو استخدمت فقط الفحم، استخدمت له السوفت باستيل هو بالاسود، علشان شوي يعطي عمق في اللوحه، ولا زال ان شاء الله قاعد نشتغل على العين يعني، فيعني شويه بعد ان شاء الله تشوفونها احلى. هي اوريدي حلوه، ما تبيها يعني احد يسويها حلوه. تسلمين والله. الله يسلمك. خبرينا فاطمه، شنو اكثر شيء تركزين عليه في رسم البورتري؟ العين. العين، لان الواحد اول انطباع ياخذ عنك، اول شيء لما انت تتكلمي مع شخص راح تكلمينه من عينه دايركت يعني، فهاي الشيء لما انت طالعين رسمه دايركت راح تطلعين اول شيء فيها العيون مالتها، فيعني لما العين تكون حلوه ما راح تطالعي باقي الاشياء، خلاص يغني على الباقي. زين، قبل أن تعمق بالاسئله، انت من متى بديتي الرسم؟ يعني هي موهبه من يوم انا كنت صغيره، بس يعني من يوم بديتها يعني خلاص ان الكل قام يعرفني كرسامه تقريبا من سنتين. فشلون الرسام ممكن يطور نفسه في عالم الرسم؟ يحاول يمارس الرسم يوميا، يعني ممارسه الرسم واي شغله لما تمارسينها كل يوم او تحاولين ان انت تكونين يعني فيها، يعني كل يوم تسوينها راح تصيرين فيها بيرفكت، يعني حتى لو اي شيء ايا كان. فالرسم لما كل يوم ترسمين، كل يوم راح تطورين نفسك، المهاره اللي امس سويتينها غلط اليوم بصححينها، اليوم بصححينها لما توصلين الى اللي انت تبينه، يعني ان شاء الله نوصل للنبي ان شاء الله كلنا. ان شاء الله. ليش لا؟ ايوه. شنو اصعب شيء ممكن يواجهه الرسام وهو يرسم البورتري؟ بالنسبه لي يمكن الازعاج. الازعاج. واذا كان عن احد الملامح، شنو اصعب شيء في الملامح اللي ممكن ترسمينه؟ ما في شيء اسمه صعب، يعني هو لما انت تسوي خطا رد عيد مره ثانيه بالنسبه لي كذي، بس انه عامه ما في شيء صعب لما تتقن اساس التخطيط من البدايه، الرسمه كمان راح تضبط عندك، يعني القياسات الاساسيه صحيحه راح تخلي كل شيء يكون صحيح. بما الواحد لازم يطالع شويه ازيد. بما انك ذكرتي القياسات، هل تستعملين مسطره لعمل القياسات ولا؟ سابقا قبل كنت، الحين ما يحتاج خلاص، بالله شعور كل شيء يصير اوكي. فشنو على الادوات اللي تستخدمينها حاليا؟ نستخدم على ما قلت لك اليوم، وجبت لكم بامباستيل، هو بودره السوداء، في منها الوان يجي طبعا، بس انا اليوم استخدمت الاسود عشان اطلع عمق اللوحه. وعندش شو اسمه، استخدم فراش
لها هي لها شغلات تولز معينه، بس انا احب استخدم شغلات غريبه شوي، يعني ادخل هاي في هاي، يعني امكس معاهم احسن من ان استخدم الشيء التراديشنال التقليدي مالهم. يعني هي لها قطن معين البان بوستيل، بس انا لا استخدم لها فرشات ميك اب هاي بعدها. فراش الميك اب يفيدهم في كل شيء. اي والله عادي استخدم ما في مشكله. واقلام عاديه، يعني ما في شيء لما تكون رسام ما في شيء معين لازم يعني مو الاداه هي اللي تطلع الرسمه. انت اللي تطلع اياها. صحيح. دائما يعني اتوقع انطباعك انت مميز في هذه اللوحات. ان شاء الله. واحنا بكل حماس ننتظر هذه الرسمه. ان شاء الله الحين نشوفها. بس خلونا الحين مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لضيوفنا. مشاهدينا ضيفتنا سهير العصفور عندها هواية جدا جميلة تمارسها في حياتها اليومية، خلونا نتعرف على هذه الهواية في هذا التقرير. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما شفنا هذا التقرير الجميل اللي شفنا فيه ضيفتنا وهي تغوص في أعماق البحر. لو تخبرينا بداية سهير، شلون تعرفتي على هذه الرياضة؟ عشان انتوا الحين طقيتوا على الجرح، ترى قلبي عورني. تبين تغوصين؟ أبي أغوص، أبي إجازة. تعرفين عايشة ومنال، يعني ومشاهدينا الكرام طبعا، لو اقول لكم شيء ما بتصدقونه، قولي. انا عندي علاقه، كانت علاقه سيئه مع البحر. سيئة. علاقه سيئه جدا. يعني اتذكر وانا صغيره كنا رايحين مع الوالد الاسكندريه ونزلنا البحر، كنت اعرف اسبح، يعني انا اعرف اسبح، بس انه صار موج وامواج البحر الاسكندريه وايد وايد خطره، وايد خطره. نعم. فكان بيني وبين الموت شعر خلاص، يعني ان انا بغرق. فمن يومها صار عندي باد اكسبيرينس ان انا اكره البحر، احبك بس من بعيد، ما لك شغل فيني ولا لي شغل فيك. فصارت عندي ردة فعل في احدى زياراتي حق شرم الشيخ. طبعا شرم الشيخ من اجمل يعني المنتجعات السياحيه، وانا ما اسوي لها دعايه بس فعلا يعني في مصر. يعني كنت أشوف الناس يغوصون، أجواء البحر، في نفس العروض إنه تعال جرب انزل البحر انترو. قلت ليش لا، خلني أجرب. طبعا أول مرة نزلت فيها، تعرفين هاي اللي لما تشوفين شخص وتحبينه ويصير نفس من الحب من أول النظرة الأولى، هاي اللي صادني مع البحر. فشنو شعورك انت تغوصين عيال؟ الله، شعور حلو.
مهما اوصف لك الشعور ما اقدر اوصل لك اللي انا قاعده اقوله يعني الحين. وصفي لنا، نبي نتخيل شوي. تعرفين تحسين ان انت في عالم مختلف، عالم اخر، عالم يعني غريب. طول ما انت تحت تقولين سبحان الله. أكيد. سبحان الله سبحان الله. ليش؟ لان يعطيك نوع من الاحساس بان انت قاعده تطيرين، قاعده ان تحتك تحتك اعماق وانت معلقه. يعني تعرفين نفس اللي فوق في السماء اللي معلق كذي، احنا تحت كذي نكون معلقين. فتحسين من روحك ان انت عايشه في عالم مختلف، عالم يفصلك عن العالم اللي انت عايشه فيه. وهاي اللي انا وهاي اللي خلاني انجذب اكثر حق البحر، لان او حق هاي الرياضه بالذات. يعني ان رياضه الغوص رياضه وايد وايد فيها نوع من الاتيكيت. ليش؟ الاتيكيت يعني تهذيب الروح، تصفين ذهنك، تصفين ذهنك، في نوع من الرقي فيها. رياضة راقية، رياضة تعلمك أشياء وايد. هي مو مجرد أن أنت تنزلين وتغوصين وتطلعين وأنا غصت، لا، تعلمك شلون تتعاملين مع البحر، شلون تتعاملين مع القوانين، شلون تتعاملين مع الأشياء اللي موجودة تحت. نعم. لا تأذيني، أنا ما بأذيك. استمتع في جمالي، بس أنا لا تيجي صوبي وتحاول أنك تلمسني على أساس أن أنت لا تصير ردة فعل، لأن الكائنات اللي تحت بعد تبي تدافع عن أكيد نفسها. أكيد أكيد. هل سهير مرة صادت موقف مثلاً مع الكائنات الموجودة في البحر، تأذيتي مثلاً من أي كائن موجود في البحر؟ أبداً، وهاي اللي مخليني دائماً متعلقة فيهم. يعني أنا يعني تجمعني علاقة كبيرة مع التيرتلز السلحفاء، تجمعني صديقتي، تجمعني علاقة مع النيمو، تجمعني علاقة مع نابليون. يعني صار عندي خبرة بأنواع الأسماك. شنو الشعور لمن شفتيهم لأول مرة وهما كذي يطوفون جدا؟ ما صدقت، كأني قاعدة طالع، كأني في عالم ثاني، كأني مو مصدقة أنا قاعدة أشوف هالأشياء هاي. أنا اللي كنت أشوفها مثلاً، وخاصة لما شفت نيمو في كنا نشوف فيلم كرتون نيمو، ولما شفت نيمو قلت هاي نيمو اللي أنا أشوفها في الكرتون. فكان شعور حلو، شعور قلت لك البحر يعلمك وايد أشياء، يعني يخليك تنطلقين في عالم تحسين إنه عالم مختلف، عالم حتى الكائنات اللي أنت تتعاملين معها تعاملين معها بكل احترام ويتعاملون معك بكل حب. شوفي أنا عندي رعب من اللخمة. أوه اللخمة. اللخمة. أنا دائما أشوف. يعني أنا ما أقدر أتخيل إني أغوص وأشوف لخمة طف تحتي ولا قدامي. حبيبتي أنا شفت شارك. خرش. صار. خروش. خفتين. لا ما إحنا دائما ماخذين فكرة وايد غلط عن القروش. القرش إذا أنت ما أذيتي، إذا ما شم ريحة دم ما بيصوبك. فأنا من شفت وفي وقروش هي أنواع في البحر الأحمر. يعني في قرش ممكن يأذيك، في قرش لا يمر عليك ولا كأنه شايفك يعني. فهي نوع شلون تتعاملين مع البحر، شلون تلتزمين بقوانينه، قوانين البحر لازم تلتزمين فيها على أساس أنه هو يحترمك. صحيح. هاي أول مرة شفتي قرش ما بث فيك الرعب؟ أنا شوفي منال، أنا حاولت قبل، أنا دائما قبل ما يعني قبل ما أنزل أي غوصة أو هيك عندي دائما أطلع على الفيديوهات، دائما أخذ نوليدج شلون أتعامل مع الكائنات الحية، شلون لو شفت قرش شنو التعامل معه. أطالع أفلام وايد، أشوف من هواياتي صارت. الأفلام كلها يخرعونا الله يهداهم. الأفلام لا لا، الأفلام مبالغة مبالغ فيها، ولكن صدقيني يعني أنت كثر ما تتعاملين مع الحيوانات تحت، الكائنات الحية بطريقة راقية، هم بيتعاملون معك بطريقة ولا كأنك أنت مارة عليهم أساسا. ولكن يعني في جمال، في أناقة، في إتيكيت مثل ما قلت لكم، في يعني في نظام، ما في أحد يسيرهم يعني الله سبحانه وتعالى، بس يسيرون بطريقة أنت تستغربين يعني شلون هذولين أسراب تمر منك من يمك ماشيين بطريقة سلسة ما شاء الله، الجايد مالهم وتطالعين تقولين سبحان الله سبحان الله على هالنظام وعلى هالقوانين، التزامهم بقوانينهم والتزامهم بهال يعني بهالطريقة اللي هم يلتزمون فيها. أنت تحسين روحك أنت تتعلمين
شلون تلتزمين بالنظام، شلون تلتزمين بالقوانين، شلون ما تأذين أحد، وشلون تتعلمين شلون إن أنت تتعاملين مع كل الأمور الموجودة على سواء على الأرض أو سواء في البحر بطريقة إن أنت ما تأذينهم وتحترمين الشيء اللي أنت قاعدة تتعاملين معه. يعني أكيد سهير هناك فريق معين أنت تحبين تغوصين معه. طبعا انا بدايتي كانت مع يعني لما رحت شرم الشيخ وقررت ان ارجع البحرين وان انا امارس رياضه الغوص، قعدت ابحث عن يعني مدربين ويعني واسال الطاقم اللي هني، لان انا بالنسبه لي ان سالفه ان انت تتدرب في البحر تتدرب على الغوص سالفه وايد مهمه. ليش؟ لانه يتعلق بجانب مهم في حياتك، يعني المدرب اللي يدرب يعني لازم يكون مطلع، لازم يدربك زين، لازم على اساس ان انت بالنهايه لما تمارسين هوايه الغوص انت عندك الخبره وعندك النولج وعندك شلون تتصرفين في المواقف. ف يعني انا بهالمناسبه يعني احيي واوجه شكر الجزير حق مدربي مشعل بن حماد، هو من الناس اللي يعني وقفني على في الطريق الصحيح وفي المكان الصحيح، واليوم انا الحمد لله اقدر اغوص بروحي مع جماعات ثانيه او بادي ثاني معاي، يعني نزع مني الخوف وعلمني اشياء وايد وعلمني شلون اكون غواصه يعني عندها التقنيه عندها المهارات عندها القدره على انها تتعامل مع اي موقف من المواقف تحت البحر. يعني جميل سهير، قد مره اكلتي سمكه تحت البحر؟ ممنوع. ليش؟ ممنوع، ممنوع ان انت في شرم الشيخ ممنوع ان انت تاكلين السمك، لكن ان انت صارت لك تجربه الغوص في شرم الشيخ وايضا في البحرين. صراحه بسبب شغلي وبسبب حياتي وبسبب انشغالي ما اتاحت لي الفرصه لم تتيح لي ان انا اغوص في البحر البحرين. نعم. فانا كل ما تجيني فرصه ان انا اخذ اجازه استغلها، وين استغلها؟ اني اسافر برا واغوص في البحر الاحمر. ما دام ان انت ما غصتي في البحرين اكيد احنا وفريق العمل بناخذك في جوله نغوص في البحرين. طبعا انا ما اعرف اسبح للامانه، بس انا بكون مرافقه لكم. بالعكس انا اتشرف ان انا اغوص في بحر البحرين، واتشرف ان انا اشجع يعني رياضه الغوص في مملكه البحرين، وهي نوع من انواع السياحه ترى. وبالعكس انا يعني من ان هالمكان يعني اطالب او اقول لهم، يعني اقول حق الناس المعنيه بهالموضوع ان لازم يكون هناك اهتمام اكثر برياضه الغوص. رياضه الغوص مو تراث، لا، رياضه الغوص احنا الترفيهي التقني، وانه يكون هناك اهتمام اكبر، لان فعلا هي مصدر يعني مصدر للسياحه وناس وايد. يعني انا في شرم الشيخ او حتى في جده، انا اروح جده بعد يعني اغوص هناك في البحر الاحمر بعد. جميل. تحسين من مختلف الجنسيات، في ناس تتعنى من بلدانهم يجون حق البحر الاحمر عشان يغوصون. يعني الحلو في الموضوع انه تعرفت على شخصيات وايد من المانيا، من ايطاليا، من روسيا، من جنسيات اخرى، جمعتني معاهم رياضه الغوص. يعني وتطرقنا بالعكس لما يسالوني انت من وين، اقول لهم انا من البحرين، اعرفهم على بلدي، اقول لهم يقولون عندكم انتم بنات يغوصون؟ قلت لهم ايه اكيد عندنا بنات يغوصون، عندنا بنات واصلين يعني في كل مكان، المراه اليوم في كل مكان موجوده الحمد لله. يعني فهاي نوع من البروموتينج حق ان لا، المراه البحرينيه ترى قاعده تغوص بعد. فانا بالنسبه لي سالفه الغوص كانت بالنسبه لي حتى انفتحت على مجتمع اخر، مجتمع بعيد عن مجتمع الاعلام، عن الصحفيين، عن الكتاب، عن الاعلاميين، عن المذيعين، لا، عالم مختلف، عالم منفصل هو عالم الغوص. يعني سهير، هل رياضه الغوص تحتاج الى نظام غذائي معين؟ طبعا تحتاج لنظام غذائي معين، مو بتحتاج لنظام غذائي معين كثر ما هي تحتاج ان انت تكوني بصحه زينه، يعني تحافظين على ان ما يكون معك الضغط، ما يكون معك السكر، يعني كل هالامور تختلف، يعني تفرق في ان يكون واحد غواص. لان تعرفين يعني الواحد لازم يكون، لان قبل ما ابتديت ان انا اتعلم غوص سويت تحاليل يعني فحوصات على اساس ان اعرف ان انا ما فيني الاشياء اللي تمنعني من الغوص، لان طبعا في النهايه انا اللي مسؤوله بعد يعني سبحان الله تعالى عن حياتي، يعني فلازم ان انا اعرف شنو اللي يناسبني وشنو اللي ما كان يناسبني. يعني سهير خلينا ننتقل مع مشاهدينا حق تقرير التغذيه. اوكي.
مشاهدينا اليوم في المرأة ترغب أن تحصل على الجسم المثالي مع متطلبات كثيرة. البعض يكون حذر في اختيار نوع الحمية ويتابع أول بأول مع اختصاصي تغذية، والآخر لا تكون حميته من رأسه. خلونا نتابع مع بعض نصيحة اختصاصية التغذية بهذا الخصوص وراجعين لكم. الناس كلها بتحب انها تحافظ على وزنها المثالي، فعشان هيك بيراجعوا اخصائية التغذية. والسبب انهم بيراجعوا اخصائية التغذية انه من شخص لشخص بفرق الحمية الغذائية بسبب الاختلاف بالطول، بالبنية الجسدية، اختلاف الاعمار، ذكر او انثى، طفل، كل هذا بناخده بعين الاعتبار لما نعمل حمية غذائية. فعشان هيك لازم نراجع اخصائي التغذيه، نحكي له الحاله الصحيه عندنا، الفيزيكال اكتيفيتي، مدى الحركه عندنا. فما بنفع اعطي حميه لشخص اعطيها نفسها لشخص ثاني. يعني انا ما بصير يجي عندي مراجع اعطيه حميه هو هذا الشخص يروح يعطيها مثلا لاخته او للوالده، ما بزبط ابدا. لازم كل شخص الحميه تبعته تختلف عن الشخص الثاني. ممكن الشخص يكون عنده هايوريك أسيد أو نقرس يعني بالأحرى، وهو مو عارف، مش عامل تحاليل، مش عامل فحوصات، وأنا مثلاً عاملة هاي بروتين دايت لشخص معين، وهو ياخد هذا الدايت يعني حتصير حالته الصحية أسوأ أو حيزيد عنده النقرس. هاي أو مثال من الأمثلة. ممكن مثلاً شخص عنده سكري ومش عامل فحوصات صار له فترة، مثلاً عنده سكري تايب 2، فممكن أخذ حمية لشخص تاني عملت له هبوط مفاجئ. فلازم تكون الحمية مدروسة لكل شخص. يعني مثلاً إجاني شخص هلأ حسأله أمتى آخر مرة عملت فحوصات للغدة الدرقية، أمتى عملت آخر مرة فحوصات للفيتامينات مثل فيتامين دي، لأنه له علاقة وثيقة إذا كان في نقص بفيتامين دال. إذا كان عم بيحاول ينزل وزنه حيكون نزوله بالوزن كتير صعب، فلازم يرجع يرفع فيتامين دال عشان يقدر ينزل وزنه. مثلا جاتني واحدة ست مرضع، اوكي، وعم بتحاول تنزل وزنها ومش عم بنزل، بيكون السبب انه هرمون الحليب عالي. فلازم اشرح لها ليش عم بيصير معها هيك عشان ما يصير فيه يأس من المتابعة بالحمية الغذائية. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما وضحت لنا الاختصاصية نقاط مهمة لاتباع الحمية، ونرجع حكين حق ضيفتنا ونتوسع معاها في موضوع الحميات. سهير، يعني متى بديتي تتبعين أول حمية غذائية في حياتك؟ طبعا بديت من يعني من كم سنة بديت، بس كل مرة كنت أفشل. عشان أكون صريحة، ما كنت يعني ما أقاوم الأكل. ما كنت أحس إن في يعني عندي الرغبة والأكيدة والإصرار الأكيد إن أنا أبي أضعف. بس عقب ما يمكن عقب ما بديت أغوص اختلف معي الوضع شوي، اختلف المفهوم عندي، فصار عندي رغبة أكيدة إن أنا أنزل من وزني، وطبعا عشان شغلي وعشان حياتي وكذي وصحه، يعني اللايف ستايل يعني شيء أكيد. مهم ان تغيير اللايف ستايل. فبديت ان انا اخذ الموضوع بجديه، وان انا بديت اتبع نظام غذائي، نظام رياضي. فيعني اعتقد من سنه تقريبا او سنه اقل من سنه او سنه تقريبا بديت ان اكون جاده وعندي اراده في ان انا انزل من وزني. شو تقولين للناس اللي تتابع ودها تتبع حميه؟
طبعا لازم اول شيء يعني اعتقد انه لازم يروحون حق دكتور مختص يعني يسوون بدايه تحاليل، يعني تحاليل شنو يعني يمكن سبحان الله بعض الامراض بعض الامور ما يحتاج يعني يبي لها حميه خاصه، ولكن اذا انت اوريدي الحمد لله صحتك زينه وما عندك اي مشكله ممكن ان انت تتبع حميه خاصه فيك تناسب جسمك، يعني يعني مثلا اهم شيء ان انت تعتمد على 5 أو 6 وجبات في اليوم تكون صغيره ومقسمه على 6 يعني وجبات. صحيح. على اساس ان انت تكون معدتك دائما تشتغل ودائما تحرق يعني هذه يعني يعني تحرق من داخل، يعني اعتقد هاي اهم. وشرب الماء طبعا لترين او على حسب يعني الجسم كتله الجسم، فلازم تكون يعني انا مو ضليعه وايد، انا مو دكتوره ولا اخصائيه بس اتكلم من تجربتي يعني. واهم شيء انه وجبه الفطور، يعني وجبه الفطور مهمه جدا لازم تكون موجوده. هاي انا كانت من العادات والهابت اللي ما كنت اسويها، ما كنت اتريق، لكن اليوم انا ما اطلع من بيتي الا لازم اكل ما يعني متريقه، وعندي التفاحة الخضراء دائما في شنطتي لازم، والعشاء يعني مو دائما اتعشى او اتعشى من وقت يعني. وطبعا ابتعدت عن الشوكليت اللي كنت دائما مدمنة عليه الشوكليت. انا شلون قدرتي تبتعدين عن الاشياء اللي انت كنتي مدمنة فيها حبيبتي عايشة؟ تعرفين لما تشوفين تغيرت حياتك وتشوفين صورك قبل وصورك حاليا قبل وبعد لا تحسين تبين بعد تضعفين، تبين بعد تستمرين. يعني احيانا شغلي ما يعطيني الفرصة ان انا يعني او ضيق الوقت احيانا يصعبها علي في موضوع الرياضة، ولكن يعني فقص الفترة اللي راحت، بس الحين انا يعني مصممة ان انا ارجع مرة ثانية حق الرياضة بطريقة يعني يومية، عشان يعني هو مو بس ان تضعفين الرياضة بالنسبة لي، مو بس عشان اضعف ولا رياضة، حتى عشان يعني انت كنفسيا تصفية الذهن احيانا وانت تمشين تاخذين قرارات تعجزين تاخذينها طول يومك او طول حياتك مثلا. اكيد يعني صغيره وانت تمارسين الرياضه هل تسمعين لنوع من انواع الاغاني؟ اي اكيد. ايش رايك في اغاني الزمن القديم؟ الله كل شيء قديم جميل. يعني تعرفين احيانا يعني على حسب، اذا كنت طالعه بس مجرد ان امشي ريلاكسينج او امشي هاي لا اسمع اغاني مو من الزمن القديم القديم، لا الزمن خلينا نقول التسعينات مثلا وكذي. انا دائما احب اصاله، احب انغام، احب شيرين، يعني هذين. ما تميلين للاغاني الخليجيه سهير؟ اي اكيد اكيد اميل، بس انا دائما عندي يعني مثلا احب ذوق معين. انا احب ماجد المهندس احب عموما، يعني انا النوع اللي ما يسمع اغاني وايد. يا حلا عموما يا حلات الاغاني الجميله سهير. اي طبعا، بس انا عندي يعني حب خاص حق فيروز. اي فيروز حب خاص حق فيروز. فيروز مع التركيش كوفي. مع التركيش كوفي والله احيانا انا ما اسمع لما اشرب تركيش كوفي ما اسمع شيء. تسمعين روحك؟ اسمع روحي بس. وطبعا اغاني يعني احيانا في بعض الاغاني حق ام كلثوم. جميل جدا. خلينا نطلع مع مشاهدينا نتكلم ونشوف تقرير عن أغاني الزمن الجميل تحمل كل الحب وأعذب الألحان، لكن هل لا زالت هذه الأغاني تجذب شباب هالأيام؟ فقرة نبض الشارع استطلعت آراء عدد من الشباب في هذا الموضوع، خلونا نتابع هذا التقرير. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. شلونك خوي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ وينك تاخرت؟ ايش فيك؟ خبرك الزحمه. يلا حشغلك شيء يضبط مزاجك. يلا يلا. هذا الانسان الله تقولون لي هيا اسمع طراب اسمع. شنو الاغاني اللي تشغلها؟ يبا طرب اصيل نظف اذنك. اي طرب نظف اذنك يبا، اخبار يطلع منه ايش فيك انت؟ اخبار؟ انت تبون هالشك بالشك. هالشك بالشك الحين انا بسامعك الحين. اسمع اسمع اسمع. اي يومك نويك، اي يومك الاسبوع كله، اليوم الخميس خميسنا السهل. لا ما اسمع الاغاني القديمه لان طويله وكلماتها شوي صعبه. لا ما اسمع الاغاني القديمه. ليش؟ لانها ما هي من جيلي، يعني انا من الجيل الحديث، الاغاني الجديده هي اللي تستهويني اكثر. يعني
إيه أسمع الأغاني القديمة. ليش؟ لأن الأغاني الجديدة هي تسويقية أكثر من أنها طربية، غير الأغاني القديمة. الأغاني القديمة يعني فيها حس، تلمس مشاعر وتلمس واقع يعني اجتماعي. تقريبا لا، طبعا الأغاني القديمة تكون وايد طويلة وفيها كلام يعني مو بالكلام اللي احنا نسمعه في هالايام. الاغاني الدارجه الحين او الاغاني الجديده هي الدارجه واللي على جيلنا يعني. لا ما اسمعها، احس انها ما تستهويني يعني، الاغاني القديمه ما تستهويني واجد. ما ادري، احس انها يعني ما اسمع يعني، ما في شيء انه يجذبني لها مثلا يعني. بالعكس الرتم السريع الان هو اللي الدارج اللي ماشي في السوق. رجعنا لكم مشاهدينا، يعني مثل ما قاعدين نشوف ان رسامتنا فاطمه انتهت من رسمه ضيفتنا المميزه سهير العصفور، يعني رسمه جدا جميله. فاطمه كل شكر لك، وهذه سعلاً. الرسمه سهير اهداء من فاطمه لك. شكرا فاطمه، كلك ذوق. ايش عجبتك؟ وايد وايد حلوه هاي انا. انت بالضبط سهير، والله انت احلى. الله يخليك، كلك ذوق بالعكس. يعني احس يعني روحك وفنك وذوقك زاد من حلاوه الصوره يعني. تسلمين. فيها حياه الصوره. انت حلوه سهير، حبيبه قلبي والله. شكرا 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 لوجودكم معنا، نورتونا. كنتوا ضيفتين خفاف علينا. شكرا سلمين. جزيلا شكرا لكم. انا في نهايه اللقاء يعني احب اشكركم واشكر يعني طاقم برنامج شمس البحرين على هذه الاستضافه اللي يعني طلعتوا فيني جانب ثاني، وكل من حب. واتمنى يعني ان مشاهدينا الكرام مثل ما يحبوني، وانا مذيعة اخبار حبوني وانا ان شاء الله في هذا اللقاء. شكرا جزيلا، احنا حبينا هذا اللقاء. شكرا لك فاطمه، شكرا لك سهير. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، موعدنا راح يتجدد معاكم الاحد القادم مع ضيوف مميزين وفقرات ايضا مميزه. كل الشكر لكم، نتمنى لكم اجازه سعيده. مع السلامه، في امان الله.